أستاذ محمد سالم، نحن على بعد أسابيع من انعقاد مجلس الأمن لاجتماع سيعقد اجتماعه بخصوص الصحراء. هذا المجلس يضم اليوم كينيا، يضم الكثير من أصدقاء المغرب، أذكر غانا، الإمارات، الغابون مثلا. هل من تأثير لهذا القرار في هذا التوقيت بالذات؟ بالتأكيد هذا القرار كما سلفت سيعزز يعني المقاربة الأممية العقلانية والواقعية والموضوعية، والتي باتت تنحل نحو يعني تأييد الموقف المغربي، ولا أدل على ذلك من تعاطي أطراف النزاع مثلا مع القرار الصادر، قرار مجلس الأمن الأخير الصادر في أكتوبر 2021، حينما أصدرت الخارجية المغربية بيانا يشيد وينوه بقرار مجلس الأمن، في حين أصدرت الجزائر بيانا ممتعضا واستنكرت وشجبت ونفس الأمر بالنسبة للبوليساريو طبعا. وبالتالي هناك توجه عام في يعني في الأجهزة الأمم المتحدة، وفي يعني لدى سيما لدى الأمين العام الأممي، لأنه في كل تقاريره كان دائما يؤكد على أسبقية وعلى محورية وعلى أولوية المبادرة المغربية الرامية لمنح الإقليم حكومة ذاتية، ونفس الأمر ينطبق على مبعوثه الشخصي ديمستورا الذي رسخ ايضا اولويه المبادره المغربيه من خلال يعني زيارته للرباط قبل الاطراف الاخرى، ويعني كانت المبادره طبعا محور هذا لقاءاته مع المسؤولين في الرباط. وطبعا الامر سيتعزز من خلال عضويه حلفاء المغرب، يجب أن لا ننسى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ويعني وحتى بريطانيا باعتبارهم دول دائمي العضوية ويتمتعون بحق النقد، وكلهم سبق أن يعني هذه الدول على الأقل سبق أن شهدت بالمبادرة المغربية أو على الأقل تجمعها علاقات وطيدة اقتصادية وتجارية مع المغرب، فضلا على الاعتراف الضمني بمغربية الصحراء حتى من روسيا التي يجمعها مع المغرب اتفاق الصيد البحري، والذي يشمل طبعا سواحل الأقاليم الجنوبية في اعتراف ضمني بسيادة المغربية على الصحراء. طبعا هذا القرار سيكرس أيضا المقاربة الدبلوماسية الملكية التي كرسها خطاب صاحب الجلالة الأخير في غشت الماضي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والتي يعني وضع من خلالها نقاط على الحروف وحسم فيها على أنه المغرب ينظر إلى العالم من خلال يعني نظارة الصحراء، وعلى أنه لم يعد يقبل أي مواقف متذبذبة أو مترددة، وعلى أنه لم يمسح المجال لأي شراكات تجارية واقتصادية بدون إبداء مواقف صريحة من طرف شركاء المغرب، سواء تقليديين أو يعني راغبين في التأسيس لعلاقات ودية وطبيعية معه. وبالتالي المغرب اليوم هو مسلح بإمكانياته الاقتصادية، بواقعه أيضا الأمني المستتب بأدواره الطلائية اللي بات يلعبها سواء على المستوى القاري أو الإقليمي، في ظل يعني محيط وجوار إقليمي ومحيط يتسم يعني غياب الأمن والاستقرار بالتصاعد المخاطر الأمنية. وأعتقد على أن كينيا أيضا ربما تلعب نفس الأدوار في شرق القارة، وأيضا هي تعاني من محيط إقليمي غير مستتب. نعلم يعني الأوضاع في مثلا مؤخرا في إثيوبيا وفي القارة الإفريقي وحتى في البحيرات العظمى، ونفس الأمر يمتد حتى بعض بلدان الساحل والصحراء. وبالتالي هذين البلدين باتا يمثلان منصتين يعني ليس فقط استثماريتين واعدتين بحكم يعني الاستقرار بحكم معدلات النمو، ولكن ايضا منصتين ايضا لتحقيق الامن والازدهار والاستقرار ولتصدير يعني هذا الامن والاستقرار لبؤر التوتر، وبحكم ايضا الادوار التي يلعب هذين البلدين على مستوى المساعي الحميده وعلى مستوى الوسطات وعلى مستوى ايضا قبعات الزرق وقوات الامم المتحده في عديد بؤر التوتر في القاره الافريقيه. كما طبعا هذا القرار سيكرس ايضا يعني سياسه بلدين راميه، يعني تكريس التعاون جنوب جنوب والبحث عن ويعني التنويع ايضا
الشراكات بالنسبة لهما، وتعزيز يعني الفرص التجارية والاقتصادية بالنسبة لكليهما بحكم يعني الفرص الواعدة التي باتت تحققها طيب دكتور، هذه القارة الإفريقية.